السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم إخواني الكرام. الجزء الثاني من البث اليوم تكلمنا عن موضوع التغيير، وأنهينا الجزء الأول في التكلم عن بعض الأفكار التي تعيقنا من الصيام في شهر رمضان المبارك، وخصوصا لإخواننا المقيمين في السويد. ننتظر إخواني الكرام، احنا وصلنا لمنطقة إكنشبيري وأنا في طريقي إلى غروندال الوادي الأخضر. إن شاء الله تستمتعوا معي في هاي الجولة، ممكن نقعد قرابة الساعة في الطريق. طبعا الطريق أنا أجيب من منطقة أونشبيري، من أونشبيري إلى غروندال ممكن تأخذ معك من ساعة ونص إلى ساعتين مشي، وجولة رائعة حول البحيرة، ومن حولك الناس تستمتع في رؤية الطبيعة والسماء والغيوم والمناظر والطيور وأصوات الطبيعة من حولك، وترى كبار السن والصغار يمارسون الرياضة. إن شاء الله استمروا معنا أخوان الكرام اللي كان معنا في الجزء الأول، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم إخوان الكرام في جولتنا. أنا أعتذر أنه الجو عاصف، بعض الأحيان الصوت لا يكون واضح، طمنونا على الصوت والصورة ونستمر في جولتنا. طبعا هنا في مدرسة روضة على ما أعتقد قريبة من هذا المكان، هناك هنا عاملين جريل للناس تيجي بالصيف في هذا المكان، في الطبيعة مع ملعب. هنا كرة التنس، كل هذا مقابل البحيرة أو أمامك البحيرة من هنا، منظر جميل جدا. طمنونا على الصوت والصورة، وهي البط الجميل والرائع، سبحان الله العظيم. خلينا نتمشى ونتكلم عن بعض المحاور وبعض الأمور اللي في حياتنا التي تهم المغتربين. يعني قريبة على أونشبيري وقريبة على غروندال. الهواء هنا، أنا قريب من البحر إلا شوي رح أبعد، هي شبيهة بمنطقة سكتونة، والهواء قوي. خلنا بعد لنا شوي نخليكم تفرقوا الصورة من بعيد شوي. مين كان معنا بالبث الأول؟ كتبت فوق اسم المنطقة، عادة بكتب اسم المنطقة. المنطقة هاي ممكن تجيها من ليلا هولمن بالباص، عادة بكتب معلومات عن المناطق وبكتب معلومات عن البث في بداية البث. ارجع لبداية البث راح تلاقي اسم المنطقة ودرجة الحرارة، نكتب عادة عن الطقس، وهي مدينة في مدينة ستوكهولم أو إذا كنا في مدن أخرى. وهي في هنا مدرسة زي ما ذكرت لكم، في هنا المدرسة مقابل البحيرة. كنا نتكلم يا إخوان الكرام عن موضوع الصيام وبعض الأشياء اللي للأسف الأشياء والأفكار السلبية اللي بتنتشر قبل كل سنة، قبل شهر رمضان يدخل الحوارات في مواقع التواصل على انه شهر رمضان صعب الصيام في السويد وانه عدد الساعات الصيام صعبة. انا لا انصحك تدخل الى هذه الحوارات اخي الكريم، ولا تنضم لهاي المجموعات، لانه هاي المجموعات راح تسحب من طاقتك وراح تبرمجك بدون ما انت تحس. راح تشعر انه شهر رمضان الصيام فيه صعب، وراح تقل درجة ايمانك، وراح تصير انت يصير عندك شوية افكار تؤيد هذه الافكار. يعني انت لما تمشي مع شخص مدخن او شخص محب للاكل او شخص لا يهتم بالالفاظ، يستخدم الالفاظ النابية، انت مع الوقت راح اذا ما انت صرت زيه راح تأيده، او راح تصير تسمع الكلام بدون ما انك تعلق. فانت عشان ما تتبرمج آليا
بدون لا شعور حاول انه انت خلص انوي النية انه انت تصوم شهر رمضان، ورب العالمين ان شاء الله راح يساعدك راح يقويك. طمنونا على الصوت والصورة. وين المتابعين المعنى؟ ما شفنا اي احد، ما شفنا اي تعليقات، تجاوبوا معنا اخوان الكرام، خبرونا طلعتوا اليوم، تحركتوا بيوم العطلة ولا قاعدين بالبيت، شو بتعملوا بالعطلة؟ طرحنا موضوع عن موضوع الصيام، وطرحنا شبيه لمواضيع كثيرة بالحياة قد تبرمج انت بطريقة لا شعورية، وتشوف حالك صرت عصبي، او تشوف حالك صرت انسان غير منضبط، عندك بعض السلوكيات اللي انت شفتها جديدة في حياتك كانت سلبية ولا إيجابية. اسأل نفسك مع مين تمشي، وشو بتقرأ، وشو بتحضر، كل هذا بيلعب دور في الحياة، وخصوصا هسه مواقع التكنولوجيا. بعض الناس كثير، بعض الناس يعني من خصوصا الفلوجر اللي بيدخلوا بحاولوا يفرجونا الحياة وكأنها نعيم، وكأنه ما في مشاكل في الحياة، و حياتهم الواقعية قد تكون مملوءة بالمشاكل. حياة اخواني الكرام، انا انصحكم لوجه الله حاولوا قدر الامكان الابتعاد عن مشاهدة الفلوجر اللي ببالغوا في حياتهم من السفر ومن المناظر الطبيعية ومن الاشواء. اذا انت شاعر انه هاي الاشياء قاعدة بتأثر على حياتك تأثير سلبي، اذا هي بتعطيك طاقة ايجابية وبتعلمك أشياء كويسة بالحياة استمر. لكن إذا أنت بتحضر فلوج لشخص أو لواحد أو لوحدة طول الوقت تباهي وسيارات وطيارات ورحلات، وإنت بعديها بتشعر حالك أنه أنت إنسان وحيد، إنسان ما عندك إمكانيات، إنسان غير موفق في حياتك، فنصيحة لوجه الله قبل ما أنه أنت تدخل في حالة من الكآبة وحالة من اللعنة والغضب، حاول قدر الامكان انه انت تبتعد حتى عن المسلسلات الدرامية، لان هاي بتشكل جزء كبير من حياتك، بتخليك انسان للاسف كسول، انسان منطوي، انسان تجلد من ذاتك. واكثر للاسف الشعوب العربية اذا بتلاحظوا من تعليقاتنا ومن المواقع تبعتنا، اكثر الشعوب العربية يا نقد يا جلد للذات يا شكوى يا تذمر. افتح لي اي مجموعة من مجموعات الفيسبوك وروح واقرأ التعليقات وارجع لي، راح تلاقي نسبة 60-70-80-90% من التعليقات نقد، ونادرا ما تجد شخص يشجع ويحفز، إلا ممكن تجدهم هذول بالمجموعات تبعت التنمية البشرية، ممكن تجد كمان أشخاص في هاي المجموعات كمان ينقدون. ليش؟ لأنه تبرمجوا من خلال المسلسلات ومن خلال ممكن الأسرة والتربية الخاطئة. شكرا اخوي، بارك الله فيك. فقد تتساءل انه انت ليش انا بتصرف هيك، ليش انا بعمل هيك؟ لانه انت للاسف ضيعت حياتك على مسلسلات تركية وعلى افلام للاسف اخذت جزء كبير من حياتك وضيعت وقتك وخلتك انسان اللي هو انت هلا عليه في الوقت الحالي، وانت عايش بتحلم وتتمنى وعندك رغبات، وشايف ناس بتركب سيارات وناس بتركب طيارات وانت مكانك سر. فاذا انت ما اتخذت خطوة للتغيير ما حدا رح يجي يعطيك اياهم هاي الشغلات مجانا لوجه الله. اذا انت بتنتظر واحد هيك يجيك من السماء، من الارض، من النجوم، من الاقمار، او يجيك هذا شو اسمه المارد وتلاقي مصباح علاء الدين، فانت بعدك عايش في عقلية الاحلام وعقلية الخيال وعقلية انه انا خلاص خليني انتظر بكره بيجي هذا الشخص، بيجي هذا العريس بينزعني من فقري وياخذني على حصان طرواده ويسفرني وياخذني ويلف في العالم. اسال نفسك شو انت راح تقدم له بالمقابل هذا الشخص، شو الامكانيات اللي عندك، شو القدرات اللي عندك. للاسف كثير من الناس عايش في عقليه الانتظار وعقليه انه انا منتظر العالم حتى يتغير، منتظر الملك حتى
يموت او 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 ثوره بالبلد. حتى تلاقي لك بعض التعليقات المواطنين العرب، هاي خلينا نحكيها مباشر فيس تو فيس، تلاقي لك يا اخواني الكرام. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله، هذا البث الثاني. هسه بدي احكي ملاحظه مهمه جدا بلاقيها في تعليقات اخواننا العرب في مواقع التواصل وفي الصفحات، وخصوصا يعني اذا بدخل مثلا على صفحه الاردن او صفحه المدن عمان الزرقاء او صفحه سوريا او صفحه العراق، طبعا بتلاقي لك الشباب كلهم انتم عايشين في الغرب، انتم عايشين في نعيم، انتم مش حاسين فينا، وكاننا احنا المخلصين، انه احنا لازم نروح ننزل نرجع على الوطن العربي ونطلع اخواننا اللي مش قادرين يعيشوا ونجيبهم على الغرب. مش عارفين انه احنا انفسنا واجهنا صعوبة كبيرة حتى اجينا على الغرب. هذه نقطة. ثانيا، تجد من اسلوب الكلام فيه نبرة من الحسد، فيه نبرة من الغيرة، والناس اصلا هي لا تفسر المشاعر. يعني هو نفسه ممكن لا يعرف معنى الغيرة ولا يعرف معنى الحسد ولا يعرف معنى الحب والتمني الخير للآخرين. يعني انت داخل على موقع، يعني انت لو انك تكتب، كثير من الناس كان يكتب لي مثلا اذا مش عجبتك السويد ارجع وخليني اجي بدالك. يعني انت للاسف يا اخي الكريم هاي الفكره خاطئه، لانه انا ما بقدر، لو رجعت السويد ما راح تجيبك انت بدالي، هي مش شغله بطيخ وبندوره. يعني حتى الفكره نفسها خاطئه. يعني بصير يقول لك والله انت اذا مش عجبتك السويد او مش عجبتك بريطانيا او ليش بتحكي عن السويد، ارجع وانا بعيش بدالك. وبطلع لك على بعض العرب بس ينزلوا مثلا بعض المواقع العربيه في السويد او بعض المواقع السويديه جزر واماكن حتى منعزله واماكن في القطب الشمالي، يقول لك انا عايشوني هناك، انا جيبوني على السويد، بجلي بنشف بكنس بتزوج واحده ختياره كبيره بالعمر. يا اخي الكريم احفظ قيمتك، يا أخي الكريم اعرف معنى قيمة الحياة لك. أنت إنسان مكرم، أنت إنسان رب العالمين أوجدك لهدف وأوجدك لرسالة، ليش تنظر لنفسك هالنظرة الدونية؟ أنت قبل ما تيجي على السويد حاط قيمتك وقيمة يعني قيمة متدنية جدا. طبعا احنا هسه وصلنا عند محطة السفينة هون، ما بعرف إذا في سفينة اليوم، بدي الساعة لسه مطولة ولا كان، لو بدهمش أغراض بالبيت كان ركبنا بالسفينة. هنا في سفينة بتعمل جولة بتودي على إيكرو، فرجيكم بس المكان وبعدين نرجع نحكي بالموضوع نفسه. أحكي لكم عن بعض التعليقات وبعض الأساليب للأسف اللي بلاقيها من بعض الشباب العربي. يعني بتلاقيهم بتابعوا الفيديوهات اللي بتنتشر مثلا في بعض الصفحات، هي شغلتها بس تنشر فيديوهات عشان بتكسب لايكات أو تكسب إعجابات أو تكسب مصاري من هاي الفيديوهات. أهلا وسهلا أخوي وسام. فيا اخواني الكرام معلش انا الصوت، الصوره واضحه ان شاء الله يا رب يكونوا واضحين. فانا بدي احاول اوصل رساله لهذول اخواننا العرب اللي بيتابعوا الصفحات، الاخواننا المغتربين. يا اخي الكريم كتابتك بطريقه سلبيه في هاي الصفحات وانه تضلك تشتكي، طلع الجمال، طلع الطبيعه، طلع، يعني انت شاعر، انت قاعد زي اللي مضغوط ومقهور ومجروح، انت قاعد بتزيد الالم على نفسك، قاعد بتزيد المعاناه. خذ خطوات عمليه. كيف هذول الاشخاص، اسال، اكتب، امسك ورقه وقلم هيك، اقول والله هيك هذول الاشخاص كيف وصلوا على السويد وكيف وصلوا على بريطانيا. في ناس وصلت منحه، في ناس وصلت دراسه، في ناس وصلت لجوء، في ناس وصلت عمل، في ناس، طب انا شو عندي امكانيات. انت ادخل حل المشكله بطريقه منطقيه، مش تضلك تتفرج على الصور وظلك تتحسر. انت ما عمرك رح توصل على السويد بالطريقه هاي. انت زي اللي بتطلع على واحد عنده مليون بالبنك وبضل يقول يا اخي عنده مليون، يا اخي مليون، يا اخي والله معه مصاري كثير. طب هي شو يعني رح يعطيك من المليون؟ ما رح يعطيك. اخوك هاي ايام يلا اعطيك 1000 كرون ولا 10000 كرون، اخوك. فانت قاعد بتتعب بنفسك وبتحرق بقلبك وبتضلك عايش واقع مرير. انت بتضلك حتى بتكره بلدك وبتكره اهلك، ويا ما في ناس حتى رمت حالها في البحر. تواصلوا معي ناس كان يقول لي انا موجود في لبنان، انا مش عايش، انا بدي اجي بالبحر. اقول له لا يا اخي الكريم، لا تيجي بالبحر، الا البحر، لا 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 لا. شوف الفكره، بدي احكي لكم الفكره. بصير يقول لك انا ميت ميت، يا بصل وبعيش. يعني هو صار بالنسبه له الحياه الحقيقيه في السويد او في اوروبا او في بريطانيا، يا بصل يا بعيش يا بموت. يعني هو رب العالمين خلقنا
بس عشان انه احنا نصل لاوروبا او نصل لامريكا او نصل، يعني هاي اهدافنا بالحياه ربنا. طب خذ بالاسباب، اذا انت هذا هدف من الاهداف في حياتك شو عملت من الاسباب؟ للاسف بتلاقي لك معظم التعليقات الاخواننا العرب في موقع السويد اليوم ولا مواقع هاي اللي بتنشر فيديوهات جميله، او بعض العرب اللي بيعمل فيديوهات وبنسقها وبنظبطها حسبة انه هو ممكن يستفيد من اليوتيوب ويستفيد من الارباح ويستفيد من التعليقات ويستفيد من الشغلات هاي، بتلاقيه هم هدفهم انه تعليقات، علقوا وانشروا الفيديو ومصريش ومناظر طبيعيه وجمال. طب يا اخي هاي مش الحياه الحقيقيه، هاي صورة طبيعة موجودة في كل أوروبا. هلأ باخدك على رومانيا، باخدك على بلغاريا، بفرجيك مناظر ممكن أحلى من هون، باخدك على جبال الكربات في رومانيا، باخدك على مدينة براشوف في رومانيا، ولا في باخدك على تشيك، على براغ من أجمل المدن في العالم براغ، باخدك على مدن أنت ممكن ما خطر على بالك فيها موجودة في أوروبا في دول تانية، وموجودة الطبيعة وموجودة الجمال وموجود كل شيء. بس انت عارف فكر يا اخي، كون واعي، السفر بوعي، مش يضحكوا عليك المهربين ويضحكوا عليك الناس ويضحك عليك افكار وتضيع سنوات عمرك. يا اخوان الكرام، في ناس صار له 10 سنين بتتابع صفحات السفر ومو عامل اشي واقعي، لا دارس لا مخلص توفل. يا اخي اخوان الكرام، في ناس والله قاعده بتطلع بعثات وقاعده بتطلع منح وطالع 15-16 مره. ادخل يا اخي الكريم، ابحث، اكتب السؤال الصحيح، اكتب انا ابحث عن السفر لمنحة دراسية سكولرشيب، اكتب كلمة سكولرشيب وشوف قديه رح يطلع لك قديه. بس اذا انت ما تنطبق عليك الشروط ما رح تقدر تطلع، لانه اكثر المنح الدراسية بدها توفل. بس في بعض الدول بتدرسك بدون توفل، مثلا ممكن المانيا تدرسك في بعض الجامعات بدون شروط اللغة. فابحث عن الشغلات هاي اللي انت حسب امكانياتك، لكن انت تظلك تضيع لي وقتك. شوف الشجر، شوف الطبيعة، شوف الخضار، شوف كيف عايشين. والله بصر ايش احنا ميتين، احنا مصريين يا اخي الكريم. انت قاعد بتدمر اعصابك، بتدمر بحياتك. فانت اذا ما اخذت خطوات واقعية ما رح حياتك تتغير. خلنا افرجيكم المنظر في الجهة المقابلة. احنا قربنا نوصل لجروندال، احنا بنحاول نحكي ونتفرج ونتأمل وندردش. احكوا لنا شو في مواضيع انتم شايفينها من المواضيع الحساسة. مواضيع الزواج على سبيل المثال، هسه بدنا نحكي عن موضوع الزواج في اوروبا. مساء الخير، مساء النور. انا بنت اهلي ما يسمحوا لي بالسفر نهائيا، وبدون اي شيء ما عندي طريقة اني اجي السويد، عندي غيرني اضل اطلع عليكم. اهلا وسهلا فيكي، حلو. المهم انك تطلعي بطاقة ايجابية، حلو كثير. الانسان لازم يوجد، يعني انت هسه شغال في شركة ومو سعيد فيها، يعني ما 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 ماخذ الراتب اللي بدك اياه، انت لازم تضلك متقبل ايجابيا حتى انت تنتقل لمكان ثاني. لانه اذا انت ظليتك بطاقة سلبية راح تجذب المشاكل بزيادة وما راح تنتقل. فانت حاول دائما الحدث اللي بتمر فيه او الحياة او البيئة او الطريقة حاول تتقبلها عشان تنتقل للمرحلة التالية. تمام، خلينا نفرجيكم هسه، ندخل هنا بالممرات والهيكه احكوا لنا. شوفوا يا اخوان الكرام، بنحكي عن موضوع الزواج في السويد. موضوع الزواج يا اخواني في السويد اعقد من مواضيع الهجره. خلينا نحكي هيك وجه لوجه احسن. موضوع الزواج يا اخواني في السويد، انا ما كنت متصور حجم هالمشكله في هاي الدوله بهالطريقه. يعني ما بعرف القناعات اللي داخلة عند البنات أو عند الشباب في هاي البلد، قناعات غريبة جدا. يعني إذا بتطرح موضوع الزواج في السويد بتدخل على المواقع العربية وبتقرأ التعليقات، بتقول إنه إحنا في الحرب العالمية يا الأولى يا الثانية يا الثالثة. خلينا نفرجيكم الجسر أحسن. هلا شوي بنكملكم القصة، بس نمشي عن الجسر، جسر المحبة. أيوه. فإخواني الكرام، يعني أنا صار لي على مدار سنوات طويلة جدا، أول شيء بدي أقدم رسالة قبل ما أحكي عن موضوع الزواج في السويد، بدي أقدم رسالة لإخواني العرب المتزوجين. خلينا هيك نحكي خلاص، لأنه في ناس ماشي وإشي. إخواني العرب اللي متزوجين واللي أنتوا جايين على السويد، وبالذات اللي عندكم ولدين وثلاثة وأربعة، إذا أنت بتعتقد أو أنت بتعتقدي إنه الطلاق
بعد سنوات العمر هو الحل بعد سفرك، انت يا بتدمري نفسك، يا بتدمري اولادك، يا بتدمري زوجك. مهما كانت مشكلتكم، حاولوا على قدر الامكان بالفتره الاولانيه اول ما تيجوا على السويد. اول شيء هذا الكلام موجه للاشخاص اللي بيجوا جديد وعندهم اولاد او متزوجين صار لهم سنه او سنتين وجايين على السويد. في بعض الناس يا اخوان الكرام هو جايب قناعه، هو جاي يتطلق. يعني في بعض الناس اتطلقوا بالمطار، بعض الناس اجوا على السويد. انا وصلتني قصص انه بعض النساء طلبت من ازواجهم الطلاق في المطار، قالت له انت بطريق وانا بطريق. هذول عندهم قناعه من قبل ما يجوا. في ناس كان عندهم قناعه بس مترددين انه احنا نطلق ولا ما نطلق. فيا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، بالذات الناس اللي بتعيش فترات طويله بالسويد، نصيحه لوجه الله بالذات الرجال، بدي احكي للرجال، انا بدي اوجه هاي النصيحه ممكن مهمه جدا للرجال. اذا انت دخلت في هذا الموضوع حاول حله بكل الطرق، جيب شيخ، جيب مختص، روح على مختصين، على مستشارين، ادفع ان شاء الله بتدفع 100,000 كرون. حاول انه انت اقعد مع مرتك وجلسات، لانه انت قاعد بتهدم اسره كامله في مرحله الطلاق في اوروبا. ثانيا، شو بصير بعدين اذا انت ما اتخذت الاجراءات هاي والخطوات هاي؟ اذا كان عندك ولدين ولا ثلاثه ولا اربعه، يا حبيبي يا حبيبي عليك يا رجل، اذا انت بالذات الرجل ممكن المتضرر الاكثر من المراه، لانه انت بصير عندك عليك بدك تصرف، بدك تصرف مصاري. يعني ممكن انت تطلع من البيت وهي تاخذ البيت، حسب يعني حسب شو شروط الزواج وشو شروط العقد والقصص هاي. يعني لو فرضنا انه انت طلع لك بيت وهي طلع لها بيت، انت حتى لو فكرت تتزوج تيجي تحكي لوحدة والله انا مطلق بس عندي ثلاث اولاد، هون في السويد مش راح تلاقي، اقول لك صعب من المستحيل انك تلاقي زوجة. يعني انا صار متواصل معي ممكن يا اخوان الكرام بديش احكي لكم قد ايه العدد، كثير 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 شباب ومتزوجين ومنهم والله صاروا يمكن 10 سنين قاعد بتواصل معي وعنده ولد وولدين عايشين معه، اخذهم من زوجته ولحد الان غير ومعهم جنسية وعندهم بيت وعندهم شغل، والله ما قدروا يحصلوا زوجات. ليش؟ هي اصلا البنت اللي جاي على السويد للاسف هي الشاب اللي ما عنده مش مطلق وعنده جنسية وممكن يكون حلو وممكن يكون يصلي، عندها قناعة انه انا ممكن اتزوج وممكن لا. يعني الشاب اللي متوفر فيه الصفات يلا يلا موافقين عليه، فما بالك. انا هاي رسالة بدي اوجهها لاخواني العرب، لاخواني العرب الرجال. خلينا نقعد على كرسي الملك، هاي كرسي القيادة يا اخوان الكرام، كرسي القيادة، هاي كرسي القيادة هون يا اخواني الكرام. يا رجال، يا رجال العرب في السويد، نصيحة لوجه الله، نصيحة اذا انت وصلوها لكل عربي عايش بالسويد، نصيحة لوجه الله. انا من كثر ما سمعت قصص، من كثر ما مريت بقصص، ومن كثر ما انا تعرضت لظروف صعبة جدا جدا، ومني ومن غيري ومن قصص ومن الناس سمعتها، انت بعد ما تطلق زوجتك رح حياتك، انت بتفكر حالك رح ترتاح، ممكن ترتاح اسبوع شهر من النق ومن وجع الراس من زوجتك، لكن بعدين شو بصير؟ بتصير ترفع عليك دعوة انه انت تصرف على الاولاد. بصير انت راتبك 20,000 بدك تدفع على الاولاد 4-5-6,000، بضل لك 15,000، تدفع منهم 10,000 سكن، بضل لك 4-5,000، بدك تدفع تاكسي ومواصلات وبصر ايش ولا الشغل. يعني يا اخي الكريم ما راح تقدر تتزوج بباقي المبلغ اللي ظل معك، ما راح تقبل فيك وحده تتزوجك. يعني انت طرقت زوجتك الاولى على امل انه انت يمكن تصيع او تتزوج وحده ثانيه احلى او تلاقي فتاه الاحلام، فانت وقعت في متاهه، انت وقعت في متاهه كبيره. حاول اذا انت بلشت في هذه الخطوه انك تخرج منها بسلام. حاول ارجع لزوجتك، والذات اذا كان عندك ولدين ولا ثلاث، حاول ارجع لاخصائي اجتماعي، حاول حل المشكله بكل الطرق، وحاول لا توصلها لهي الطريق المسدود. نصيحه لوجه الله اخواني الكرام، والله اكثر العرب اللي عايشين بالسويد، اكثر العرب اللي عايشين بالسويد اللي طلقوا او اللي عايشين في المانيا او اللي عايشين في هولندا، وبقرا القصص وبدخل على المواقع، اكثرهم
تعبانين نفسيا، اكثرهم عايشين حياة الوحدة، عايشين حياة لوحدهم. خلينا نفرجيكم المنظر من هون. ما هي وراح تصير، انت ما راح تقدر تفتح بيت تاني، وكل ما تيجي تتقدم لوحدة تقول لك شو راح تقدم لي انت، شو راح تعطيني انت، شو راح توفر لي انت. بدك تصير تقنع وليش اتطلقت، راح تصير تقول لك ليش اتطلقت وبعدك عندك ولدين ولا ثلاث، كيف انت بدك تنسق بين العيلتين. فانت راح تظل في الاغلب عزابي، راح تعيش باقي حياتك لما يكون عمرك 50 سنة ولا 45 سنة ولا 40 سنة، راح تعيش بس رعاية لأولادك، وتظل لك كل أسبوع جيب الولد وودي الولد وودي البنت، وتظل لك عايش على أعصابك. فنصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله لإخواننا العرب اللي عندهم ولدين ولا ثلاثة، اوعوا تدخلوا في موضوع الطلاق، لأنه راح يدمر، وبالذات إذا كان عندكم إقامات مؤقتة والقصص هاي، وراح تدخلوا في قصة السوسيال، وراح تدخلوا في أفرع كثيرة. وعندي كثير أصدقاء للأسف دخلوا في هاي القصص، والله عايشين حياة لوحدهم، عايشين في هاي البلد حياة من الاكتئاب، عايش لوحده وعنده ولد أو ولدين. إذا المرأة جيب الولد ودي الولد، حول لي 5000، حول لي 3000، ابنك بده يروح سباحة، ابصر إيش. وإنت كيف بدك تتجوز إذا بدك تروح تتقدم لوحدي؟ راح تقول لك شو حبيبي، أنا بدي أقضي حياتي أربي أولادك، انسى. فأنت راح تدخل في قصة، راح تدخل في قصة يا أخي الكريم أنت في غنى عنها، راح تدمر حياتك. فحاول حاول جيب، روح أخصائي اجتماعي، روح على مرشد نفسي، روح احكي لمرتك، اقعد أنت وياها صارحها، قول لها يا عمي معلش احنا جينا على هاي البلد واحنا ما بنفهم في هاي الأمور وهاي القصص وهاي القصص، ومرينا في ضغوطات الحياة، ومرينا في قصة الإقامة ووجع الإقامة والنقل واللجوء، فكانت ظروف الحياة صعبة في أول فترة يا إخواني الكرام. كثير ناس بتطلق ليش؟ لأنه ظروف الحياة صعبة، كلها نقل ولجوء وقصة اللجوء، فالمرأة بتكون متوترة والرجل بيكون متوتر. للأسف في بعض النساء بتلاقيها أول 3-4 شهور تقول يا عمي شو أنا بدي ظني قاعدة هيك، خلاص بصيروا الناس يطمعوها، ولك بيطلع لك بيت، ولك بتعيشي لوحدك، ولك خدي وكرت البنك ومش كرت البنك، فبتصير تلح على الرجل. فانت افهم القصة من الاول، انا بحكي لكم، انا بحكي لكم من خلال تجارب، من خلال قصص ناس كتير سمعتها. الله يرد الاهبل والنسوان معتزات واللي بصير معهم قليل. والله يا عمي موضوع من اهم المواضيع، ممكن ما بتطرقوا له الاخوان العرب بطريقة يوصلوا الفكرة. الصوت واضح اخواني، الصوت واضح، في هواء كتير، انا وراي مش قادر الف، كنت افرجيكم المنظر من ورا بس الهواء قوي. لا خليني هيك احسن، شوفوا هيك. وبالنسبة للشباب والبنات اللي بتقولك بدي ادرس، واللي بتقولك لساتني صغيرة، اللي بتقول لك بدي بصريش، بدي مهر وبدي بيت وبدي، يعني تعجيز للاسف في بعض الناس. يعني الموضوع طويل، موضوع الزواج للاسف بده نفتح فيديوهات ولقاءات عشان نحكي فيه، بس هو موضوع نوعا ما المفاهيم الاسريه، يعني او المفاهيم عند الرجال والنساء للاسف اختلطت، وصار في كراهيه من كثر منشورات الفيسبوك، كثير صار في كراهيه، كراهية حتى بتشعر من كلام بعض النساء أو بعض الرجال. يعني صار حتى بعض الرجال يقول لك لعمرنا ما نتزوج، خلاص متزوج واحدة أجنبية. فصار من كثر التعليقات السلبية اللي انتشرت في مواقع التواصل، صار في كراهية بين الرجل والمرأة، وصار في عداء، صارت المرأة بدها شغالة زي الدفاع المدني، انتم بتحكوا عنا واحنا بنحكي عنكم، صار حرب داعش والغبراء. هاي بقول لك، فصارت الناس تفضل ان تتزوج واحدة سويدية اوروبية، بقول لك انا على الاقل لا بدخل بمهر ولا بدخل بالدواوين هاي ولا بدخل بالقصص هاي. فللأسف المفاهيم تغيرت والامور تغيرت والحياة تغيرت، فانت بدك تكون واعي اذا تزوجت واحدة عربية او جيت انت واحدة عربية على السويد، وبالذات عمرهم كبير. والله يا اخي الكريم بديش احكي لك وبالغ لك، ممكن تموت من القهر وانت بالبيت لوحدك، تتحسر على اولادك، واللي بهرب باولاده على الوطن
او هي بتهرب او بتهربهم، فبتصير يعني حياة عبارة عن مطاردة. فحاول حل المشاكل من البداية، لا تأخر. اذا انت دخلت في هذه البوابة حاول لا تماطل، حل المشاكل من اولها. والله بدها اغنية عبد الحليم الهوى هوايا. فإذا أنت دخلت، يعني إحنا يا إخوان الكرام نيجي على هالي والدول ومش فاهمين شو القصة ومش فاهمين شو الآلية، المجتمع قاعد بيضغط، الصديقات بيضغطوا، الدولة نفسها نوعا ما دائما بتشعر المرأة أنه إحنا مساندة، أنه إحنا معك. فبعض النسوان للأسف تكبر رأسهم، للأسف تكبر رأسها على مين؟ على زوجها، على أولادها. يعني أنا بسمع قصص الأولاد للأسف اللي صار مدمن مخدرات، اللي صار مروج مخدرات بعد ما مرت انفصلت عن زوجها، وهي اصلا عاجزة عن التربية. يعني هي انفصلت عشان تاخذ حريتها بعض النساء، وبلشت عمليات التجميل والتكبير والتضخيم. للأسف بعض النساء يعني بنتهزوا فرصة. بعض النساء، انا ما بدي احكي لا بدي اوقف على الرجل ولا بدي اوقف على المرأة، بس انا بحكي لكم الحالات اللي بتصير. بعض النساء هي بتكون بدها تعيش الحياة الغربية، او بعض الرجال طبعا نفس الطريقة، فهي بتنسى انه كان عندها اولاد. يعني بتنسى، بتصير عايشه يا على التلفون يا عايشه بالصالونات، المصاري اللي بتجيها بتصير تغير من صبغه شعرها. يعني انا بعرف حتى متابعين كانوا عندي، متابعين او متابعات كانوا عندي للاسف قضت حياتها وهي رايحه هي بنتها وهي جايه من بنتها، وين؟ يا على الصالون، يا على الروضه، يا على حفله، يا على حفله مع سويديين بدها تفرجي حالها انها صارت سويديه. معنترات صح، بدهم تكسير راس، كلام جميل، فاهم فاهم. فبعضهم للأسف بتلاقيها بعد ما اتطلقت هي بتكون مخططة وراسمة، عندها متخيل، عندها خيال، قالت لك أنا يا عمي بدي أعيش تحت ظل رجل في هاي البلد، وبتصير إيش؟ ابتزاز، يلا أصرف على الأولاد ويلا حول لي، وبتعيش على السوسيال وبتأخذ مصاري من زوجها، وبتصير بتصرف للأسف على بعضهم على شكلها وعلى طولها وعلى جسمها، و يعني بدها تصير تدخل في مفهوم الحرية وبدها تعيش حياة. وللأسف الأولاد بيصيروا بطلوا، حتى كمان في منهم يحكي عربي، بصيروا بدهم يحكوا سويدي وبدها تعيش الحياة السويدية. عشان برجيكم بيانة فهمت عليك اخوي وسام، فهمت عليك. والله اخي الكريم حتى عندي اصدقاء كمان كانوا متزوجين سويديه والاغلب يعني طلقوا، ما يعني في منهم صار معهم مشاكل لانه كان من الاساس الزواج مو عن حب او مو عن يعني هدف الاقامه. ففي بعض الناس تزوجوا سويديات او بولنديات او جنسيات هاي بهدف الاقامه، لكن مشاكلهم اقل من المتزوجين عربيات وبتطلقوا. للاسف الطلاق عندنا حرب، الطلاق بين العرب حرب، يا بخسرك يا بتخسرني للأسف. انتقام، يعني ما بخافوا الله في الأولاد، هي المرأة أو الرجل بصير إيش؟ بينتقموا من بعض بالأولاد، وتهديد، بدك تدفع، بدك تجيب، بدك تودي، وبخسروا أولادهم وبخسروا دينهم وبخسروا حياتهم في هاي البلد، وبقضوا حياتهم بالمحاكم فايتينج. انت لا توقف مع النساء، القانون واحد واقف معهم، حسبي الله الله بهيك قانون. للأسف هاي هي انه بعض الناس بفهم القانون بطريقة خاطئة، انه انت قاعد مع يعني مع اعز الناس لك قاعد تستغله، اللي هو زوجك اللي قطع مسافات ودفع مصاري. يعني بعض النساء للأسف بنسوا يا اخوان الكرام، يعني بتلاقي لك رجل يا حرام تعبان على نفسه وجاي على السويد. يعني انا عندي قصص من الاصدقاء
بتلاقيه يا حرام بقعد سنتين وهو بدفع مصاري عشان لم الشمل، وبراكض من دائرة لدائرة، وبنزل على البلد وبنزل بتزوج، وبدفع 200 و300 ألف عشان يسوي الزواج تحت في الوطن، وجيب لي هدية وديني. خلينا نفرجيكم المنظر هنا كيف جميل جدا. شوفوا المنظر هيك كيف، خذوا لنا صورة يا اخوان الكرام، جميل جدا المنظر. احنا طبعا هناك ليلى إيسينج المنطقة المجاورة، بتلاقي لك بعض الشباب يا حرام بتلاقيه يقول لك لا لا يا عمي بديش اتجوز من داخل السويد، لانه هنا بصير عنده قناعة انه هون البنات بطلبوا كتير وكذا. كل واحد فينا عنده قناعة، في ناس بيقول لك لا انزل جيبها من تحت احسن، في ناس بيقول لك لا يا عمي اذا بتجيبها من تحت لسه بدك تعلمها بجديات الحياة، بدك تعلمها لغة، بدك تعلمها شغلات كتيرة، وممكن تيجي هون تتغير. بقول لك لا يا عمي بعدين بدي ادفع تكاليف نفس التكاليف، قد بدي ادفع تحت؟ بدي ادفع لي، بدي اقعد لي سنه سنتين وانا استنى لم الشمل، وبدي اعمل لها عرس، وبدي اجيب لها ذهب، واجيب لها مهر، وبدي ازوج، بدي البس خواتها، وبدي اعمل لهم مكياج، وبدي الى في بيجي بحسبها بقول لك لا يا عمي بدي اخذها من هون. بيجي باخذ واحده من هون، بتصير تقول له لا يا عمي انا بديش اتحجب وبديش البس، وانا تعودت اني اطلع وتعودت على حياتي لحالي، وانا مستقل بذاتي، وانا ما تتدخلش في حياتي الخاصة، ومصارية إلي وما لكاش دخل في المصارية المصاري اللي بطلعه. يعني في مفاهيم يا إخوان الكرام لازم في فترة الخطوبة لازم يتم الاتفاق عليها قبل الزواج. يعني ما بزبط الزواج السريع، هذا من الأخطاء اللي الناس اللي بتوقع فيها يا إخوان الكرام. لازم خطبة في الوقت الحالي، يعني لازم أنت تخطب. شاب بتلاقيه يا حرام زي الوردة بنزل تحت بتزوج وبقعد سنتين وثلاثة ويطارد حتى يجيب زوجته، ما بتقعد لها هون سنة وبتحبل وبتجيب ولد، وبعدين بتقول لأهلهم ماما أنا ما بدي أعيش ببلد دولة كافرة، هدول الناس بيشربوا مشروب. طب ما هو قاعد صار له سنتين بحكي لك إنه إحنا عايشين في السويد، والسويد دولة يعني مش مسلمة، هي مش يعني بغض النظر، بس ناس في عندهم إنسانية، في عندهم كذا. ففي ناس للأسف وصل فكرة لأهله ماما أنا كنت عايش في هاي البلد والناس هدول بصر إيش وبلبسوا وبعملوا وبسوا. طب ما هو قاعد يفرجيك صور وقاعد يحكي لك عن البلد صار له سنتين، وهو قاعد بتصل فيك تلفونات وبفرجيك صور وبحكي لك على الفيديو، وجيت عند هاي البلد وبعدين بالأخير تقولي لا والله بديش إياه. طب أنت حبلتي وصار عندك ولد وصار عندك دنيا، طب اسألي عن البلد، اجمعي معلومات. للأسف بعض الناس بوصلوا للمرحلة إنه بتخلف وبالأخير بتطلق وبتنزل تحت، وبالشاب بتعقد من موضوع الزواج وبطل يتزوج. يعني أنا بعرف قصص واقعية صارت، أنا بعرف قصص واقعية من الناس صارت معهم زي هيك يا إخوان الكرام. يعني بعض القصص حتى مثلا بتلاقي لك صديق، يعني بعض القصص اللي أذكرها صديق بحب صديقه كثير، فبقول له والله أنا من يا ريت إنه أنت يكون عندك أخت أو واحد بتلاقيه صديقك، بصير يقول لك والله أنت رجل عندك أخلاق كثير بدي أزوجك يا أختي. بقول له أوكي خلاص يلا بنسوي لها دعوة، بتيجي زيارة بتشوف البلد، بتيجي البنت بتيجي لك البنت هون، آه والله شو بيشتغل وشو بيسوي، وبتضلها مركزة على الأحوال المادية وشو بطلع لنا منه وشو بطلع وقد، يعني بشعر حاله بدي يتجوز محاسب. في بعض الناس للأسف يصيروا استغلاليين. يعني قصص كثيرة يا إخواني الكرام، الناس صارت ماخذ الزواج لعبة مسخرة، مش ماخذينه إنه هو استقرار وحياة وهو بناء وهو رسالة وهو دين وهو شغلات كثيرة. وهنا هون بنزحلق على الدرج على الصخرة، والله عامل كل شيء لأولادي بس يتحارى بيني ليش أخي أنت اخترتي القرار وبدك الطلاق، ليش هالعدوانية تحملي قرارك. والله برضو أخي الكريم بدك تكون شوي قوي الشخصية، لأنه هي صارت زي كأنها تعرف نقاط الضعف اللي عندك وبتهددك فيهم، فأنت ما دائما تحاول تظهر بصورة الإنسان الضعيف. دائما برضو أنت لازم تكون شوي تفهم بالقانون أو تفهم ببعض الأشياء اللي هي بتحاربك فيها عشان أنت تعرف ترد، فأنت هيك بزيد ثقتك بنفسك، فهي عارفة نقاط الضعف اللي عندك وبتحاول تستغلها وبتحاول تحقق حاجات. أو في ناس بزرعوا في رأسها أفكار معينة عشان إنه تستفيد منك أكثر وتستغل أكثر وتطلع أرباح أكثر. حنون ممكن هي بتصير إيش، يمكن تستغل الأولاد، خذوا من أبوكوا خلي أبوك يدفع لكم خليه يصرف لكم مش هو خلفكوا. طبعا هاي العبارات للأسف كثير من المسلسلات تكررت وصاروا بعض النسوان يكرروها ويرددوها، مش أبوك اللي خلفك خليه يشتري لك خليه يدفع لك خليه يحطك بنادي خليه يعلمك اللي بصريش سباحة خليه يوديك على الخيل، وبتخلي وبتصير إيش هي بدها تخليك أصلا تقيد حياتك
عشان ما تقدر تتزوج. ويا اخوان الكرام هذول الناس اللي من النوعيات هاي هذول لو مستعدوا هم يخسروا عشان يخسروك. هذول تبعون مبدا اخسر واخسر اللي معي للاسف. ادفع 500 كرون بالشهر ولو صح لها بتدفعك اكثر وما راح تقول لك شكرا. هاي النوعيه ما عندها كلمه شكرا، ما عندها. انت بتفكر حالك انت لانك طيب من الداخل. في نوعيات من البشر لو تظلك كل يوم تجيب لهم كل الاغراض ما راح يقولوا لك، لانه هم شاعرين انه هاي اشي مطلوب منك فما راح يشكروك عليها، ما راح يشكروك. انت بتفكر انه انت انه راح تاخذ منهم شكر ولا راح يتغيروا، ما راح يتغيروا. في ناس ما بتغير، في ناس خلص مقررين من الداخل انه هم مفكرين حالهم هم الصح وباقي العالم غلط. فلا تتعب نفسك اخي الكريم، لا تتعب نفسك، خلص هدول معادلة وانتهت. معادلة وانتهت. مش كل الناس تتغير بالحياة، لو كل الناس تتغير كان ما لقينا ناس بالسجون ولا بمستشفيات الأمراض العقلية ولا 340 مليون في العالم بيعانوا من الاكتئاب والأمراض النفسية وحوادث المرور والدخان والمخدرات والجريمة. مو كل الناس تتغير، لو كل الناس تتغير كانت الحياة صارت جميلة ورائعة جدا جدا. احنا منعيشش بعالم مثالي، احنا منعيش في عالم فيه الخير وفيه الشر، هاي بدك تفهمها. وفي ناس للأسف مصرة على الشر وفي ناس رب العالمين هداها تفعل الخير. مين معنا من بداية البث؟ فهمتوا شيء ولا ما فهمتوا؟ شو رأيكم بهالمنطقة؟ شاركونا، اللي نايمين معنا يشاركونا شوي يتحركوا. خلنا نفرجيكم هالدراجة البحرية هاي النهارية المارية. وصلنا لجروندال. الوادي الأخضر، جروندال. وصلنا إلى جروندال، المنطقة التي يحبها كثيرا. فياريت كل واحد بقرر أنه يتزوج يقرأ كتاب عن التربية ويفهم. المرأة تفهم حاجات الرجل والرجل يفهم حاجات المرأة، ويفهم حتى من ناحية شرعية، لأنه كل راعي مسؤول عن رعيته. يعني أنت لما تتزوجي ربنا راح يحاسبك، راح يعاسبك عن علاقتك مع هذا الزوج اللي منعتيه أو حرمتيه من حاجاته، والعكس. والزوج اللي حرم زوجته من الحنان، من الحب، من العطف، من المساندة، من الدعم، راح رب العالمين يحاسبه أكيد. نحن في الوادي الأخضر. أنا هيك لما أحكي بتذكر أفلام كرتون. جروندال، جرين فالي، الوادي الأخضر. نتمشى على الأرضيات الخشبية الرائعة والجميلة. جرين فالي، الوادي الأخضر. ما رأيكم بهالصور وهالجمال وهالسفن؟ بلشت السفن تنزل على البحيرات. اللي بيصلوا بكون عندهم اعتقادات برضو كمان. ما في ناس بتصلي وبتعمل جرائم في الصلاة، في عبادة الجوارح وعبادة القلوب. في ناس بتصلي حركات بس ما بيأثر على المعاملات. الدين المعاملة، الدين المعاملة، الصلاة للشخص نفسه إذا هو بصلي. في ناس بتصوم وبتلاقيها الله أعلم طول النهار شغالة بالغيبة والاستغابة. الله يهديها يا رب. الله يا أخي الكريم، أنت لازم تركز على مستقبلك وتركز على حياتك. هي سالبة منك الموضوع، هي مشوشة أفكارك ومخليتك ما عارف تركز على أنك بدك تتزوج أو بدك تبدي حياة جديدة. بعض النساء للأسف أو بعض الرجال بتلاقيه بعد ما يطلق بصير كل حياته كيف يدمر حياة الشخص الثاني. يعني بصير هدفه الرئيسي في الحياة هو انه الشخص الثاني خلاص ما يستمتع بحياته ولا يعمل اي شيء بحياته، فبصير يحاول يدمره.
بدنا نسبح يا شباب. الله يخلي لك اياهم واولادك ويحفظهم باذن الله. بس زي ما حكيت لك ركز على النقاط اللي هي بتحاول تستغلها وافهم شوي من القانون فيهم عشان ما تظلها تتلاعب فيك، وكون قوي الشخصية. حاول انه انت الكلام اللي هي بتحكيه اكتبه، وحاول احفظ ردود، حاول تخيل حالك زي كأنك انت بتحكي معها، حاول مارس التخيل الابتكاري عشان تكون جاهز نفسيا، لانه هي عارفة نقاط الضعف اللي عندك. واكيد كل مرأة عندها حواس احساس في الرجل وامكانياته وقدراته. الله يخلي لك اياهم يا رب. ما هاي المشكله، هاي لما يكونوا صغار كثير بتزيد المشكله. حرام يعني الاولاد يدخلوا بهاي القصه يتعقدوا نفسيا. لازم هي تفهم برضه هذا كله تاثير، يعني اولادك بكره بكبروا بصير عندهم مشاكل نفسيه وما بتتعالج، بصير يعني صعب معالجتها. احنا خلصنا من الوادي الاخضر، العوده الى محطه القطار. فبدك توصل لها فكرة انه احنا مشاكلنا بين بعض، بس بتكون بين بعض، الاطفال ما لهم دخل. انت شو عليك التزامات تدفعها وبونت سلوت وخلاص. ما يصير في صراخ قدامهم، ما في يصير خلاف قدامهم، ما بيصير يعني، لانه الاولاد رح يقلدوا السلوك، رح يصيروا انتم الخلاف، رح يصير الخلاف بين الاولاد، رح يصيروا اولادكم يقلدوا في طرق المشاكل اللي بتصير بيناتكم، رح يصيروا ينفذوها على بعض، العصبية على بعض، الصراخ على بعض، الضرب على بعض. جاهز؟ جاهز ولا تفصيل؟ هلا طلوع. الله يوفقك يا رب. هاي راجعين محطة القطار، انتهت مش جولة اليوم. الآن الاستعداد لفترة الغداء. احكوا لنا شو بدك تتغدوا اليوم؟ نروح نجيب شوية دجاجات ومجاجات، الأولاد حابين همبرجر، تعرف الجيل الحديث يحب الهمبرجر. شوت بولر وهمبرجر وبيتزا، نوعا ما اختلفت الحياة، تغير. ها حبيبي وردي يجوا عندي، بابا بدك تشتري لنا. اقول لهم بابا اني ادفع لامكم. الله المستعان يا اخي الكريم. اقول لك الموضوع فيه استغلال، فيه استغلال. الله يهديهم هذول الناس اللي حوالين، اللي بيعبوا راس النسوان، اللي بيعبوا حتى راس الرجال. والله اكثر الخلافات الاسريه عندنا في الوطن العربي ممكن من وراء اخوات، يعني من وراء الاهل. هاي دراسه عملها جاسم المطوع، مش عارف كان 60-70% من الخلافات الاسريه تعود الى الاسره، تدخل احدى الطرفين. 47 قربنا نوصل، خلص هلا القطار قربنا نوصل. فالدكتور جاسم المطوع عمل دراسه عن المشاكل الأسرية، فوجد أنه نسبة عالية جدا، ذاكر أنا 60-70% من المشاكل الأسرية سببها التدخل. أنت ممكن ما تلاحظ، ممكن زوجتك طول الوقت على التلفون مع أختها أو مع صديقتها أو مع أبوها أو مع أمها، وهي قاعدة هديك إيش، شو بعمل لك، شو بسوي لك، شو اشترى لك، بنت عمك مش أحسن منك، بنت خالك مش أحسن منك، تيجي كمان أختها تحكي معها انت ليش راضية وليش ساكتة وليش بعمل كيش وليش بسوي الكيش وليش ما تروح تتعلم رخصة وليش ما تروح بصر ايش على المدرسة وليش ما تشتغلي وليش باخذ راتبك وليش انت قاعدة بالبيت وشو انت عبدة عنده وانت شغيلة عنده وشو هو بس بده يأكل ويشرب وينام وبده جنس وبدهش بصر ايش وليش تكوي له اوعية خليه يكوي لحاله وانتو بأوروبا لازم ينظف معك لازم ينظف معك انت ما تنظفي لحالك انت بتتعبي انت بتشتغلي فبتلاقيهم بخ بعبوا راسها انت في اوروبا هنا حرية الرجل لازم يعمل وزي الرجل وزي المرأة يعني بتصير الحياة مش حياة محبة هي حياة حرب يعني بصير كل واحد يسعى انه احنا ندخل على معركة كل واحد فينا له حقوق بده ياخذها اغتصاب
هي بدها تغتصبك في الحقوق تبعتها وانت بدك تغتصبها، فبصير الحياة مملة، بصير الحياة مملة. يا ورد عليك اجى القطار، سكلة مكلة سونا، لا سونا لا بدناش هذا، هذا مش منيح. استوكهولم مع مطلقة أخرى، أو بتصير من جماعة هذول المطلقين بضلهم يسولفوا مع بعض، الرجال وإحنا الرجال، وظلهم يستهزئوا على الرجل العربي، ولا عمر الرجل العربي بتقدم، ولا عمر الرجل العربي بيصير، ومش حضريين ومش مش حضريين، والرجل العربي بس عقله بالجنس وعقله بالنسوان وعقله بصر إيش، وبظلهم يعبوا ويبخوا من هالقصص هاي، حتى المرة تصير تشوف رجل تكرهه. للأسف هذا موجود ومنتشر، وهي القطار إجا يوم سعيد علينا وعليكم. للأسف المجتمع أثر، الأنترنت أثر، وسائل التواصل، في ناس يا إخوان الكرام صارت في مجموعات قائمة موجودة هدفها دمار الأسرة مش بناء الأسرة، في مجموعات موجودة وممكن في ناس بتزودها بالمال عشان تخرب الأسرة وتخرب قيم الأسرة وتدمر الأسرة وتفرق الزوج عن زوجه، يعني صاروا زي السحرة. فبدك تدير بالكم وتدير بالكم على بناتكم وتدير بالكم على أولادكم، لأنه فعلا احنا هسه نواجه حرب ضروس. وين راح هذا؟ شفنا القطار اجا، وين راح؟ اجا ولا ما اجا؟ سكلة، لا والله لسه ما اجا. يلا ان شاء الله خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى للجميع التوفيق ويوم سعيد بإذن الله، وان شاء الله بنشوفكم بالليل، عندنا شغل ليلي، رمضان مبارك. اليوم وبكرة ليلي وبعدها بنرجع إن شاء الله نهاري. إن الله مع الصابرين، وإن شاء الله توصلوا رسالتي لكل رجل عربي عايش في السويد وعنده ولدين ولا ثلاث، يحاول يحافظ عليهم، وإذا وصل لمرحلة إنه هو في خلافات مع زوجته يحاول يحلهم، ما يأجل الخلافات، يحاول يحلهم، حاولوا حلوهم، حتى لو وصلت لمرحلة الطلاق، حتى لو طلقتوا حاولوا ارجعوا ارجعوا، ولا بعدين بنخرب بيتك. انت الرجل الخسران الاكثر، الرجل انت الخسران الاكثر، راح تتعب، راح تعيش لوحدك، راح تصير تدفع كل التزاماتك، وما راح تقدر تتجوز واحدة تانية. صعب جدا جدا انك تتجوز واحدة تانية، لو اجتك واحدة تانية راح تظلها تقول لك انت راح شو تعمل لي، وانت شو هاي مرتك القديمة، وراح تدخل بقديمة وجديدة، وراح تقضي حياتك بس فيكس اصلاح. السلام عليكم، باي باي.